طيب تعالوا نروح لموضوع تاني وقرار مهم جدا وقرار محترم الحقيقة. القرار ده كان لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللي يمكن نقل الشيخ إبراهيم همام رئيس المنطقة الأزهرية، ده كان في الفيوم، لوظيفة غير قيادية، ما بيديش أي فتاوي أو أي حاجة، وده بعد تصريحه لجريدة الفيومية. وكان الحقيقة هو مرحب فيه بختان الإناث، أو يمكن زي ما اتفقنا ان احنا نسميه مش ختان الاناث، نسميه جريمه تشويه الانثى. القرار ده يمكن جه بعد موجه غضب كبيره جدا من ناشطات العمل النسائي والحقوقي في مصر، وكمان تقدمت قوه العمل المناهضه لختان الاناث ببلاغ للنائب العام كان ضد الشيخ ابراهيم همام، واللي قال في تصريحه ايه بقى؟ قال ان ختان الاناث دي مكرمه للنساء. طبعا احنا عايزين نشكر طبعا شيخ الازهر فضيله الشيخ احمد الطيب، شكرا لكل العاملين في مجال مكافحه جريمه تشويه الاناث. طيب خلونا نتكلم عن البلاغ ده، هل فيه تم تحريك ولا لا؟ معنا على التليفون استاذه نيفين عبيد مدير برامج المشاركه السياسيه بمؤسسه المراه الجديده، مش معانا. طيب هنحاول نكلمها علشان عايزين نعرف برضو هل البلاغ ده حصل فيه ايه، البلاغ اللي كان متقدم ليه او ضد الشيخ ابراهيم همام. هنحاول نوصل لها ونرجع لكم تاني، نكمل اخبارنا معاك يا شيخ. بالظبط، هو طبعا موضوع مهم جدا جدا وهنبقى نرجع